احنا نتواصل في فقرات صباح الشروق، وبنذكر انه اليوم حيكون ايضا هناك انتقال لمراسم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقمه المشتركه، القمه السودانيه المصريه بين المشير عمر حسن احمد البشير والمشير عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. ندخل الان الى الملف الرياضي. نعم، الملف الرياضي، وبرحب في البدايه بالاخ العزيز الصحفي محمد الجزولي. صباح الخير. صباح الخير عليك، وصباح الخير على الزميل احمد، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا ومرحبا بك. مرحبا. حنتكلم عن التسجيلات، خلينا نبدا بالهلال. يعني في كميه من الاخبار يعني فيما يخص الهلال وتسجيلات الهلال. طبعا التسجيلات عموما السنه دي يعني تاثرت تاثير مباشر بقرار الاتحاد السوداني لكره القدم بتغليف كشوف هذا الانديه الى 25 لاعب، فالانديه اجتهدت كله. يعني انت لو متابع التسجيلات ما في تسجيل بتاع لاعبين او ما يعني تسجيل جديد، ما يعني تسجيل جديد محدود، لانه الانديه عندها توفيق بتاع اعضاء لاعبين رديف، خاصه الانديه الكبيره مثل الهلال، المريخ، هلال شندي، هلال وبيض، خرطوم وطني، الانديه كلها بتاثر. يعني في لعيبه لاعبين فريق رديف بيلعبوا الفريق الاول، فده الهلال اكثر الانديه تاثرا، واهلي شندي ايضا. الهلال عنده لعيبه بيلعبوا في الفريق الرديف في الرديف وبيلعب في الاول، مثلا اطهر الطاهر، حسين الجريف، وليد بخيت الشعله، وبش الصغير، واضطر يستغنى عن اخرين، ده صعدهم. عشان كده كان في مشكله بتاعت خانات، ازمه بتاعت خانات. كانت يعني الهلال الناس بتتكلم عن تسجيل الهلال، سجل حتى الان جمال سالم وحرس المريخ، وبفتكر ده تسجيل موفق من كل النواحي، اداري او فني، لانه البلد اصلا ما فيها حراس مميزين، حتى الناس بتدور في يعني حراس محددين ومعروفين. التسجيل الثاني كان مفاجئ للناس، ويعني ما وجد قبول. محمد عثمان كونتاك مدافع حي الوادي نيالا، في اعتراض جماهيري كامل على اللاعب بعيدا عن مستواه، بيفتكروا انه هلال اصلا ما محتاج له، لانه هلال كان عنده ازمه خانات وبغلص في المدافعين، وما هو الهلال استقبل مدافع كاميروني بولبيوم، فبفتكر الجمهور يعني خلي الاعلام الجمهور بفتكر انه ما في داعي له، لانه ما حيكون احسن من ناس حسين الجريف ولا عبد اللطيف بوي ولا عمر الدمازين ولا محمد المعتصم ولا حتى كولا ولا حتى الصيني اللي شطبهم الهلال. الجمهور بيفتكر انه هم افضل منهم. نعم. الهلال اليوم استقبل ثلاثه محترفين، محترفين اثنين اليوم ممكن نقولهم، الكنغولي ادريسا الونجا، ده مهاجم ناكان الزامبي ولاعب معروف، لعب في الشعب السعودي وما توفق، كان في الدوري الزامبي اصلا، كان هدف الدوري الزامبي بيلعب مع زيسكو، تعاقد معه الشباب السعودي وما توفق لفتره قصيره، رجع انه كان اسي هو هداف الدوري الزامبي الان ب 20 هدف تقريبا. في بوكر ديارة، ده لاعب مالي، لاعب منتخبات، يعني لعب في المنتخبات السنيه الماليه كلها، يعني لعب في منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي المنتخب الاول، واحترف، لعب في مازيمبي ولعب في وادي دجله ولعب في الافريقي التونسي. ده مفتكر انه الثلاثه لاعبين بعد ذاك المدافع الكاميروني، ده اللي افتكر انه الهلال كان محتاج، المدرب كان محتاج جديد. ثلاثه محترفين، افتكر ان المدافع مطلوب، المهاجم، يعني ثلاثه لاعبين من واقع سيرتهم مميزين. نعم. او بالذات انا طبعا مع تسجيل بكر ديارة، لانه بكر ديارة بيضيف اضافه نوعيه لوسط الهلال، لانه لاعب بتاع حركه وعنده سرعات وبيجيد التهديف، يعني بالذات عن الناس اللي بيجوا من قبل افريقيا، هم دقيقين في التمرير والاستلام، يعني ما زي يعني هم قايمين مراحل سنيه. طيب محمد، المريخ محكوم بالاتحاد الدولي وبالعقوبه، ويعني يمكن والتغليص كمان، يعني حتى في خانات يعني الان بيتناقشوا كيف يلقوا خانه لامير كمال، للنعسان، مشاكل كبيره. المريخ مواجه بضغط اداري ومالي وتعقيدات قانونيه. نعم. قانونيه الفيفا لجنه القبض على اللاعبين حكمت على المريخ بالحرمان من التسجيل العام. ده كان بيحتاج انه ناس مجلس المريخ كان يتحركوا من بدري، دي مشكلتنا في الانديه. نعم. يتحركوا في بدري، يعني المريخ كان بعد القرار انه يقدم التماس، هو ما استئناف، التماس للفيفا عن طريق لجنه اوضاع اللاعبين بالفيفا، انه يرقم انه قرار زي دي الفيفا تقصد انه تعملها عشان النادي ما يكررها. نعم. بالذات. نعم. انه ما بيجامل تهديد، ايوه ما بيجامل في الحاجات دي، حقوق اللاعبين والمدربين، يعني تكون عقوبات ما فيها استئناف، لكن في التماس. التماس. نعم. المريخ على المستوى الاداري مثلا يعني حتى اداره النادي قلت انه في ضغط كبير، انه محتاجه انه تدعم الفريق، والفريق محتاج انه مواجه يشارك البطوله الافريقيه، انه لازم يحافظ على اللاعبين. نعم. اول حاجه اللاعبين الموجودين هم فقدوا جمال سالم، افتكروا خلاص مشى الهلال، رغم قيل وما قيل هو لاعب الهلال الان بتحكم لوائح التعاقدات في اتحاد السودان، وليس لان ده اتحاد انتقال، اتحاد داخلي ما اتحاد وطني، اتحاد وطني يعني نتكلم احنا عن
اللوائح الدوليه، لكن دي لائحه بتاعت الاتحاد السوداني انه قال الدوري الموسم والتسجيل ينتهي 31 خلاص، انه جمال ساني بيحق له ينتقل للهلال او هو في الفتره المسموح عليه انه يتفاوض فيها والفيفا يسمح له فتره 6 شهور. المريخ الان عنده لعيبه مثلا احمد ظفر ما حيعيد تسجيله تقريبا، تاجي ابراهيم عنده، امير كمال هو لاعب مطلق الصراحه، وعادل النحسان وصعد. الخانات مشكله كبيره، مشكله الخانات، مشكله الخانات، مشكله ماليه برضه يعني صراحه مالية. انه مشكله ماليه يعني مثلا متاثر يعني الهلال افضل حالا بوجود السيد اشرف الكاردينال هو بيصرف. المريخ بعد ذهاب جمال مالي تحديدا كان فيه تاثير كبير، الجوانب الماليه اثرت على المريخ يعني خلت المريخ دائما في مشاكل يعني مشاكل محتاج لدعم في حتى يعني مثلا في دعم مثلا دعم جروبات الوصاب بتاع جمال المريخ دي ممكن تسير تمرين لكن ممكن تسجل لك لاعب. نعم فحتى هسه مثلا المريخ فشل في تسجيل البرازيل لانه المريخ يعني حتى حضوره للسودان كان خطا يعني خساره تذاكر. انا اقول المريخ السنه الماضيه حضرهم بعد نهايه الفتره المسموحه للتعاقدات بتاعت الاجانب وكان عمل تجنيس فرفض لانه في النهايه السيستم قفل هم محتاجين انه يطلعوا شهادات نقل دوليه. طيب تفتكر المشاكل الاداريه في المريخ هي المؤثر الان عليه وقد تاثر عليه حتى في مباراه قمه ابو ظبي؟ اكيد المريخ لحد الان على ثلاثه هم ما قادر يعيد قائد الفريق في الكمان رغم اتفاقه معه وبيتكلموا عن تسجيل تعاقد رمضان عجب ومحمد الرشيد. محمد الرشيد المريخ لحد الان ما خط خطوه ملموسه يعني عمل كمال الناس كانت متوقع انه يوم الثلاثه حيعيد تسجيله او يصير اربعه ما تسجيله رغم انه المريخ قام عارق عاطف خالد للخرطوم الوطني وده برضه افتكر انه خطا برضه انت لاعب المفروض تحافظ عليه لانك انت اصلا عندك مشكله ومحروم من التعاقدات. عاطف ما لاعب سيء ما وجد فرصته مع الزلفاني لكن شاهدناه في اعتبار المسجل والمريخ بترشيح من جارزيتو. نعم فانت ما حافظت على لاعبينك تبقى مشكله يعني المريخ ما كان محتاج يعني ممكن تصعد لاعب مهاجم من الشباب على لاعب صاحب خبره وتجارب. نعم يعني انت صعدت المريخ صعد لاعب سفيان الرديف سفيان ما عنده خبره عنده خبره الرديف اصلا ما كان هو ما شارك مع المريخ والرديف ما كان عنده خبره تنافس يعني عنده خطا تحافظ على لاعبينك المريخ يعني عنده مشكله بتاعت لاعبين هو عنده نوعيه كويسه من اللاعبين. نعم. لكن بتكون في مشكله نقص عددي انت 25 لاعب وما قادر تعيد او تسجل لاعب جديد دي بتبقى لك مشكله صراحه. نعم طيب بالنسبه لهذا المريخ بالنسبه لبقيه الانديه من كان موفق حتى الان في اختياراته وتسجيله يعني للاعبين؟ التسجيل مثلا هي الويت كفريق مشارك في الكونفدراليه حتى الان سجل عبد الرؤوف عبد الرازق ده افتكر من اللاعبين المميزين في الدوري السوداني وكان بيلعب في شرطه القضاء في لاعب صاحب بصمه ولمسه وقلنا حتى الناس كان مرشح للهلال واهلي شندي لكن رفض فيه حتى المريخ سجل صدام سنجا وانا دعا عليه علامات استفهام كبيره كان بيلعب في المريخ كان لاعب في المريخ مشارك في مباراه بعد ذاك فات النيل حلفه انت ما نحن نتكلم هو سجله يعني في حتى في النيل حلفه ما كان بيلعب مدافع هو اصلا في المريخ سجله مدافع يعني ما افتكر انه هو اضافه كبيره يعني حتى الان يعني موقف هالوبيت قريب من المريخ حتى الان عنده لاعبين مميزين مثلا نيلسو لاسجيلا ومهند الطاهر وعازم جوز مطلق الصراحه ما عاد تسجيلهم هو صعد احمد عبد العظيم وواحد اسمه احمد سخانه في الفريق الاول برضه مشكله الخانات اهلي شندي ما اصلا هو ما محتاج لكن محتاج لتجديد. نعم مش تجديد يعني الفريق يعني بضم لاعبين ممتازين جدا لكن حصل له دروب الموسم الماضي في المستوى يعني افضل لعيبه صراحه في الدوري السوداني لانه اهلي شندي عنده كشافين بيلعب في اهلي شندي لكن المشكله وين اهلي شندي يعني نتائج السنه الماضيه في الموسم المنصرم ده ما بتتوازى مع الصرف والاهتمام واللاعبين يعني فيه يعني نتائج ما متوقعه مخيبه للامال يعني انا معاهم يعني معاهم مثلا شطه محمد كوكو عنده 5 سنة في اهلي شندي ما مهاجم ما يعني ما حصل يعني نافس مره واحده وتقريبا كان في العرض نافس على رغبه الهداف ب 12 هدف. نعم في الموسم سجل 5-6 اهداف ومسجل ابو بكر سليمان بكر لاعب في الالويت ايوه لاعب كويس لاهلي شندي تحديدا كويس محتاج له وهو كان محتاج لراس حربه تقليد وهو لاعب تقليدي براس حربه انه ممكن يكون اضافه وبعد ذاك وفق لانه اهلي شندي شطب لاعبين عنده لاعبين بتاع الرديف مميزين يعني شطب مثلا محمد عبد الرحمن الليبي شطب الصادق الجريف مجموعه من اللاعبين طيب احنا نرجع للفريقين القمه وقمه ابو ظبي بتفتكر الوقت مناسب يعني الناس خارجه من موسم طويل وفريق قومي واصابات وتغليص اعداد كبيره جدا من اللاعبين ل 25 لاعب غير كده مشاكل اداريه ومشاكل ماليه تفتكر انه هل كان الوقت مناسب لهذه القمه؟ هو توقيت المباراه ما مناسب لانه الناس طالعين من موسم ضاغط واعداد وتسجيلات لكن مناسبه كان لابد ان يشارك فيها السودان لاختيار السودان ما جعل الفراق لوجود الجاليه السودانيه الكبير عشان ينجحوا المطجان لرجل الشيخ زايد يعني افضال الامارات على السودانيين كثيره جدا السودانيين يعني
الامارات زي يعني الامارات صراحه زي السعوديه وقطر. نعم. في كل يعني لها فضل في كل بيت، كل السودانيين بيختاروا بيمشوا الامارات بيمشوا قطر، فكان لابد ان نشارك يعني من باب انجاح من باب رد الجميل. وده حاجه اسمها ضعف الايمان، يعني انت مرات هلال المريخ بجماهيريتهم هم دارين يجيبوا مناسبه وعن زايد ومهرجان كبير واحتفال كبير. يعني تعودوا الناس تقول في الناحيه الفنيه ممكن ننصرف عنها. ايوه انت بتشارك عشان شيء يعني كنوع من التقدير للناس انه قدروك واختاروك. نعم. يعني والعلاقات الموجوده بين العلاقات قويه وبتعرف. نعم. في النهايه الناديين بيستفيدوا منهم على المستوى المادي يعني، وكمان وفر لهم معسكرين يعني يتكفلوا مجلس الوزراء الرياضي يتكفلوا معسكرين اي فريق يعني اسبوعين معسكر افتكر حاجه كويسه بالنسبه لهم. دي مباراه وديه في المناسبه يعني خسرت كسبت في النهايه انت بتخرج مستفيد، ما يعني هلال المريخ بتبقى انت تفيد الفريقين. نعم. محمد الجزولي احنا شاكرين جدا لحضورك ولكل الاراء اللي قدمتها لنا في هذه الفقره، شكرا جزيلا لك. وانا شاكر لكم وشكرا خير. الله يسلمك. شكرا لك كثير احمد الجزولي، وبنحيي كل الرياضيين اللي تابعونا. ويا احمد